بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدينا النبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، يا رب تكونوا بخير، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ اكله بسيطه كده وسهله وكلنا عارفينها وبنعملها، وهي لها كذا طريقه، يعني مش طريقه واحده يعني. ماشي، هنعمل النهارده معاكم المسقعه العاديه. هنا ده كيلو قوطه، او مش مكمل كيلو يعني، ممكن يكون كيلو الا ربع او اقل. ماشي، وهنا بصلايه على راسين توم على كيلو وبتنجان ان شاء الله. هنعمل النهارده المسقعه ان شاء الله بامر الله كده، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. يعني بقول لكم المسقعه يا جماعه تستاهل اللايك. هنا قطعت البتنجان اهو، هرش عليه ملح واحطه عليه ميه. اما بعمله بالطريقه دي ما بيشربش زيت والله خالص، هي ما بنقعه في الميه بالملح يعني، زي ما انتم شايفين كده. هقلبه كله في بعضه ان شاء الله، وربنا المستعان معانا ومعاكم. واحط له بقى ايه؟ ميه، زي ما انتم شايفين كده. زودت الميه وهغطيه كده، احط له حبه تاني واسيبه بقى في الميه لما يتنع ويدل كل الميه بتاعته. ماشي يا حبايبي، متنسوش يا جماعه اللي خش عندنا ينورنا بالليل، اللي كل اشتراك وكله مردود. ده هنا دي جزرايه، وده الفلفل الاخضر، الفلفل الرومي قصدي قطعته، والبتنجان دي بصلايه بشرتها اللي نورتها لكم برده. بص الميه بتاعه البتنجان عامله ازاي، اهي نزل كل الميه بتاعته ودبل البتنجان يعني. بس هو الفرق ان انا بجيب حته بنشفه ايه بيها زي ما انتوا شايفين كده. هنا بص طلعت البتنجان من الميه، بنشفه في حته كده عشان ايه؟ بصوا ما بيشربش زيت نهائي والله بجد يعني. هنا احط البصل على النار في لحد الزيت زي ما انتوا شايفين. وهنا احط ايه؟ اقلل، حطيت القلاية عشان اقلل البتنجان. ربنا عليك صلاح الحلين عليكم وللجميع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم حتى لا يحزن. نقل البتنجان والبصل على النار وحاصر السرعة يعني. بص ديت التومة الشطاطة ضائقة في الكمون، التومة لما تبدأ بالكمون الحطب تبقى ليها طعم ثاني خالص والله يا جماعة من الكمون. أنا حطيت التومة تسوت، حطيت عليها ثم البصل السايح، حطيت عليهم الجزرايه واحط عليها القوطه مصفيه القوطه. هنا البتنجان زي ما انتوا شايفين اهو ابتدى ياخد اللون الذهبي ده. هنا التوابل كمون وتوابل يعني. هنا قليت بصوا البتنجان اهو، قليت حبه وادي التانيين. وهنا ديت حبه التومه بالكمون، حطيت عليهم ايه؟ حبه الملح، ودي حبه خل زي ما انتوا شايفين كده. هطفيها كده على عليها كده بالطعمه ديت يعني، لما بحطها هي التومه مع كده بالطعمه بتخليها طعمها جميل والله بجد. هنا الفلفل اهو هحطه كده مع الصلصه ومع الباذنجان زي ما انتوا شايفين كده. ربنا عليه الصلاه والسلام عليكم وللجميع، ومن توكل الله فهو حسبه، الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بص يا جماعه حطيتها كده، هسيبها بقى ايه تستوي بقى، وهعمل جنبها حبه بطاطس كده، وفي بتاع دوت لفت مخلل اللي انا خللته معاكم اهو. حمرنا بطاطس ولفت وحاجه جميله والله، حاجه من الاخر. وما تنسوش يا جماعه اللي يخش عندنا ينورنا بالله كل اشتراك، وفعل زر الجرس عشان يصلكم منا كل جديد. وربنا يصلح حالنا وحالكم وعلى صلاح الحال لينا وليكم وللناس كلها يا رب. ربنا يسر لنا ويسر لكم الامور. وزي ما انتم شايفين كده المسقعه خطيره جدا يعني والله بجد يعني. يتق الله يجعلنا مخرجا ويرزقكم حيث لا تحتسب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.